السلام عليكم، مرحبا بكم في لا بروميير فيديو من هاد لا سيري ديالنا اللي غادي نطرقوا فيها دراسه الدوال او لا ليكود دو فونكسيون. انا في هاد السلسله غادي نحاول يعني نشوفوا كاع ما تعلق بدراسه الدوال، لانها كتشكل واحد النسبه كبيره من لا نوت ولا النقطه ديال البكالوريا. الوغ في هاد السلسله غنحاول نستعمل ايضا دي تيرم دو فرونسي، يعني باش الناس اللي غيطلعوا للسوبيريور يعني يلقاو راسهم شويه، يعني ما يتصدموش في هذه المفردات الجديده. الناس اللي عندهم باك انترناسيونال وباغوا يتبعوا، يعني واخا يقدر يكون شي اختلاف ولا شي حاجه كومسا، ما علينا اون جينيرال. هذه هي الفكره ديال هذه السلسله. المهم الحاجه الاساسيه انا نركزوا على يعني الدوال مزيان، يعني نطرقوا شي من ديبار، يعني من مفهوم الدوال ما الى ذلك. الوغ اول حاجه بين شي غادي السلسله ديال المتعلقه بالدوال ودراسه الدوال، غادي نبداو بالحاجه الاساسيه هي ما هي الداله. يقدر نطرح السؤال ديالنا ما هي الداله ونحاول نجاوبو عليه في هذا الفيديو ان شاء الله. الوغ الداله نقدر نشوفوها بجوج المنظورين، جوج المفاهيم. اول حاجه نقدر نشوف على انها واحد اله، واحد لا ماشين، لا ماشين. وقدر نشوفها ايضا على انه واحد العلاقه واحد لا غولاسيون. نبداو بمفهوم على انها، شوفوا على شكل واحد يعني واحد الاله، واحد لا ماشين. الوغ رسم واحد الاله ديالنا صغيره كوم سا، اله بين شتو شنو كيكون عندها؟ كيكون عندها واحد المدخل، ياك ملي كتحط هذوك لي برودوي وكتسنى منها واحد تسوغتي واحد لي برودوي اخرين، كتعطيها يعني المواد الخام، وكتخصها تخرج لك واحد يعني واحد المسائل، واحد المنتوجات من يعني في لا سورسي ديالها. نسمي مثلا هذه لا ماشين، الاله ديالي هذه. لغه الاله، الحاجه المهمه هي الناس كنعرفوها اشنو كدير، اشنو العمل ديالها. من هنا نقدر نكتب مثلا الانتيريور ديال داخل الاله، يعني واحد الملصق عليها، ما تقوم به الآلة، ياك. ألوغ نسميها مثلا هنايا ما تقوم بها الآلة. في هاد لوكا ديالنا حنا بنا كندرسو الأعداد ديال شي رقم، غنقول الآلة أشنو كدير. الآلة سيدي كدير لينا أنها كتشد واحد العدد، أي عدد دخلتي يعني المواد الخام اللي غتعطيها، العدد اللي غتدخل ليهم، أي عدد دخل ليك تزيد عليه جوج. هاديك العدد أي عدد، فاش كنقول أي عدد كيكون سوا إكس، عند الافش نقولوا هذا النوع من اي حاجه، كنحاولوا نعطيو واحد المفهوم ديال فاريابل ديال المتغير اللي هو اكس. هذو كديرنا اي عدد اكس كتشدو كتزيد عليه جوج زائد اثنين، هذا هو التعريف ديالها. يعني بحال شديتي واحد ليتيكات ولصقتي على الاله، يعني هذا ما يسمى بهذا، يعني هذه ليتيكات ديالنا هو المسمى بتعريف الداله. تعريف الداله يعني كما قلنا الداله نشوفوها شكل ماشين، وهذاك شنو العامل اللي كتقوم به ديك الماشين هو ما يسمى بتعريف الداله. فلوكا ديالنا التعريف ديالو هو اكس بلس 2. الوغ اون فرونسي اون دي لا ديفينيسيون دو فونكسيون، تعريف الداله هو لا ديفينيسيون دو فونكسيون. نوتخ فونكسيون ديفيني كوم سويت، هي انها ابخ نشوف كيفاش كتمجمو، هي كدير لنا العامل ديالو هو اكس بلس 2. الوغ قلنا الداله كتبغي مواد خام. الوغ مواد خام ايماجينيو هنا عندي واحد الاكس ان، ياك، واحد الاكس 2، ياك، واحد الاكس 3، واحد الاكس 4 مثلا. هادو مدخلات غنسميهم المدخلات اولا الانبوتس اولا لي زونطري. هنايا مدخلات خالات اولا لي زونطري، زونطري اولا انبوتس. وعندها يعني واحد يعني المنتوج اللي خرج ليا، ياك، المخرجات. نسميو المخرجات يعني إكغيك أن تمام، إكغيك أن، إكغيك دو، إكغيك تخوا، إكغيك كات. يعني إذا دخلت ليها يعني نسميو مثلا نعطيو واحد التسمية هنايا، لوغ هادي المخرجات أجل ديالنا أولا لي سورتي أولا الأوتبوتس، أوتبوتس اتسيتيرا. الوغ هادو التسميات وصافي. الوغ هنا كيما قلنا، الوغ هنا الدالة مثلا نعطيها واحد الاكس ان كمدخل،
غدير الوظيفة ديالها وتخلي اكريك ان السورتي ديال المخرج ديالها لو اكس ان تدخلو غدير الوظيفة ديالها وتخلي اكريك ان. فهاد لو كانت ديال الوظيفة ديالها شنو هي؟ هي اكس بلس 2. دونك هاد الانتخيل ان هاد اكس ان كيساوي ليا سيدي كيساوي واحد. شنو غادي يكون القيمة ديال اكريك ان اللي هي الوظيفة ديالك دير اكس بلس 2؟ يعني اي عدد دخلتو واحد تزيد عليه جوج اللي كيساوي هي ان بلس 2 تساوي هي 3. يعني هي كاع السورتي ديالها تكون هي 3 هي 3. الوغ لنفرض ان اكس 2 كتساوي جوج. الوغ الا دخلتو لهاد لاماشين ديالي اشنو السورتي اللي غتكون؟ كيكريك شنو غتساوي هي 2 بلس 2 بلس الوظيفة ديالي اكس بلس 2 بلس 2 اللي غتساوي هي 4. ناخدو سيدي اكس 3 مثلا هو 4 ياك. باش ماشي بالضرورة هذا ماشي اللي انا داغي عندي اكس ان ماشي بالضرورة هي القيمة اكس ان واحد اللي عندي تكرر. يعني باش نقولو راه كاين اكس ان كاين اكس 2 ماشي غير اكس 1 حيت باقي ما عممناش. الوغ هاد القيمة ديال اكس يعني اللي هي 4 ديال اكس 3 اللي هي 4 يعني هاد القيمة ديال اكس 3 اللي هي 4 الا دخلتها لا ماشين ديالي لاسورتي ياك 3 شنو غتكون؟ هي 4 بلس 2 اللي هي 6. ناخدو سيدي هاد المرة اكس 4 كتساوي 100. الوغ اكس 4 اللي دخلتها كمدخل شنو السورتي ديال شنو المخرج شنو غيكون؟ هو ياك 4 كيساوي اكس 4 بلس 2 اللي كيساوي ليا شنو هي؟ هي بيان سور هي جوج. فوالا نقدر نقول ياك 3 بلس 2 هي ياك 2 بلس 2 ياك 1 بلس 2. الوغ هنا إلا لاحظنا نقدر نقولو هادو نجمعهم كامل ونسميهم هادو هاد يعني هاد المدخلة هاد المدخلة هو واحد الاكس معين ياك واحد الاكس معين وهاد المخرجات هو واحد الاكراك معين وهاد يعني هاد لاماشين ديالي اش كتشد ليا؟ كتشد ليا اكس كتزيد عليه جوج. يعني وبما ان هاد لي سورتي هاد لي زيكريك هادا ولا هاد لي عممتو بطاطيس واحد يعني واحد نظرة عامة واحد جينيراليزيت يعني سميتو هنا اكراك كبيرة ولا اكس كبيرة يعني مهما تكون تقدر تكون هاد اكس كبيرة تقدر تكون هي اكس ولا هاد نسميها اكس صغيرة كاع اكراك x بلس 2 هاد x تقدر تكون x1 تقدر تكون x2 تقدر تكون x3 x4 هاد y تقدر تكون. ولكن هاد اللي لاحظتو هاد لي زيك y دي مرتبطين بلونتخي مرتبطين ب x1 x2 x3 مرتبطين ب x. نقدر نعطي هاد كتسمية اخرى نعطي f دو x. فوالا هادي غادي تشوفوها يعني مرارا تكرارا هاد لي سورتي هاد لي كريك ان كريك دو اكسيتيرا مخرجات فانهم بما انهم مرتبطين ديما بلي زيكس بلي زونتخي يعني كريك ان عندما تساوي لك المكان ما تعطيش واحد لونتخي عندما تخرج لا ماشين ما تخرج لك والو ما تعطيش والو دخلت لها وهذا داكشي اش كان نعطيو هاد الكتاب نقدروا نكتبوا يعني ككتاب ريادية صحيحة يعني بالتالي يمكننا تعريف هذه الدالة على انها مثلا نكتبو y تساوي x بلس 2 او لا f دو x كتساوي x بلس 2. فوالا الوغ دابا شفنا تعريف الدالة على انها يعني ولا شنو مفهوم الدالة على انه آلة ولا واحد لاماشين عندها واحد كتاخد واحد الصوت عندها واحد التعريف ياك كتاخد واحد الصوتي واحد لي زونتري كتخرج لك لي صوتي وتوغ هاد المدخلات وخرج لك المخرجات. الوغ نقدرو نشوفو الدالة كما قلنا على شكل حلقة حلقة. هاد الحلقة اللي غتربط ليا مثلا اعداد مختلفة مثلا ولا قيم مختلفة لنفرض مثلا لنفرض ناخدو مثلا سيدي اكس ان ياك وناخدو اكس دو ناخدو اكس تخوا ناخدو اكس كار وهاد اكس ان نفترض انها كتساوي واحد اكس دو كتساوي جوج اكس تخوا كتساوي كات اكس كات كتساوي صون مية. اوكي وناخدو الجهة المقابلة يعني واحد العدد بغازا هنا فهاد انا خديتو بغازا يكغيك ان كتساوي تخوا يكغيك دو كتساوي كات يكغيك تخوا كتساوي سيس ويكغيك كات كتساوي ميم جوج. الوغ هنا باش غنجي نشوف الا مشيت لشفت يكغيك ان كتساوي تلاتة وشفت اكس ان كتساوي واحد نقدر نقول مع راسي
ان كاين واحد العلاقه اللي كترات ما بين هاد الجوج. نفكر نقول كاين العلاقه، شنو التعريف ديالها؟ كيفاش العلاقه؟ نشوف نقول مثلا العلاقه على اكريك اكريك كتساوي ليا اكس بلس 2، هذه شتي ريلاسيون واحد العلاقه. غنمشي نشوف تاني لو كا تاني ونقول شنو العلاقه اللي كتربط ليا راه كات مع جوج اكريك 2 مع اكس 2. نلقى ان اكريك 2 هاد كاطرا هي جوج زائد جوج، يعني هي اكس تو زائد دو. غنمشي تاني وغادي نشوف اكراك تخوا مع اكس تخوا، غنلقى ان سيس كتساوي هي كات بلس دو، غنلقى ان اكراك تخوا كتساوي هي اكس تخوا بلس دو. غنمشي تاني نشوف يعني اكراك كات، غنلقى ان سون دو كتساوي هي سون بلس دو، يعني هي اكس كات، يعني اكراك كات كتساوي هي اكس كات بلس دو. فوالا يعني لقيت واحد العلاقة كتربط ما بين هاد الأعداد. لو هنا نقدر نجي نغاليزي ونقول هاد المجموعة ديال هاد الأعداد هاد اللي كاينين هنا وهاد المجموعة ديال هاد الأعداد اللي كاينين هنايا، فإن العلاقة اللي كتربط ما بيناتهم هي إكغيك، يعني كل قيمة من هاد إكغيك فاش كنكتب إكغيك يعني كنربط، يعني أي قيمة خديت من هنايا باش كنكتب اكس يعني اي قيمه خديت من هنا، فان اكغيك اي قيمه خديت من هنا، بان العلاقه اللي يعني العامه جينيراليزي كتساوي اكغيك كتساوي يعني اكس بلس دو. فوالا، اولا كما قلنا حنا بما ان هاد هاد يعني هاد 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 الاكغيك هاد هاد القيم لقيناهم انهم يعني هاد لوكا مرتبطين، يعني عندك علاقه ما بين اكس كتبوا على الشكل ديال اف دو اكس كتساوي x بلس 2. الوغ هنا كما لاحظتو أن شفنا واحد النظرة أخرى مختلفة على النظرة ديال أننا ديال لاماشين. هنا لاماشين عندنا التعريف ديالها وكنعطيو هاد دي زونطخي وكتعطينا دي سوغتي، ياك. الوغ هنا الرؤية الأخرى هي أن شكل العلاقة أن هادي عندي واحد الأعداد مختلفة، ياك، وكنحاول نلقى ديك العلاقة كتربط ما بيناتهم، العلاقة العامة اللي كتربط ما بيناتهم. فهاد لوكا لقينا مثلا العلاقة العامة اللي كتربط ما بين هادي هي اف دي اكس كتساوي اكس بلس 2، لاحظتو راه نفس الأعداد اللي هادو هنا لهنا، فوالا، غير نظرة مختلفة باش نوريكم أن هو يعني الدالة نفسها لقينا ليها جوج تصورات، فوالا. الو هنا غادي نحاول ناخذ واحد المثال باش تفهموا ان الدوام راه ماشي شي حاجه خياليه، الدوام راه مرتبطين بالحياه اليوميه ديالنا اكثر مما كنتخيلوا، ياك. الو خلينا ايماجينيو نعطيو ابسط الامثله اللي نقدروا نعطيو، يعني ما نعطيوش مثال يعني ديال لا فيزيك ولا شي حاجه، هذا ابسط مثال نقدروا نعطيو. الو ايماجينيو عندك واحد الدري صغير في الدار وبغيتي تسخرو، قلتي ليه غتمشي ليا السوق نعطيو رسم مثال، ياك، باق مثلا قلتي لي غتمشي ليا سي السوق، اوكي هذا هو، وغتمشي تشري ليا واحد كيلو ديال التفاح واللي شاط من ديك عطيتي مثلا 10 دراهم، 10 دراهم دراهم، قلتي لي اللي غادي يشاط من هذاك الثمن ديال التفاح، الثمن ديال التفاح شريتيه مثلا اللي غيشي تخوضو، اللي غيشي من ديك 10 دراهم خوضو، يعني بحال اش بغيتي تقول له نتايا، يعني شنو غيقول يفكر هو مع راسو، غيقول اشنو غناخد انا، غناخد اكغيك متغير، قدر هذاك الاكغيك تغير بثمن ديال نعطيو مثلا داكشي اللي غياخد هو راه مزوج باكغيك، ولا غياخد ثمن ديال التفاح مزوج باكس. الوغ العلاقة اللي غتكون عنده هو انه انا عندي 10 دراهم في جيبي، يعني داكشي 10 دراهم غنقص، يعني عندها علاقة بثمن، يعني داكشي اللي غناخد انا هو ثمن ديال التفاح، هاديك 10 دراهم عندي ناقص داك الثمن ديال التفاح، يعني ديك الثمن داكشي اللي في جيب ولا غياخد مرتبط ارتباط وطيد بثمن ديال التفاح، يعني هنا واحد لافونكسيون هادي، لأنه هنايا عندو واحد العلاقة شنو هما لي زونتخي ولي سوغتي هنايا، يعني شنو هما المدخلات والمخارج اللي غيكون عندو، في لوكا مثلا ناخدو إكس أن ثمن ديال التفاح كندير 5 دراهم، وناخدو مثلا ثمن ديال التفاح إكس تو كتساوي 7 دراهم، ناخدو ثمن ديال التفاح إكس تخوا كتساوي 10 دراهم، اوكي. الو اشنو غيطرى ليه هو مسكين الا كان في لوكا ديال، يعني في لوكا ديال مثلا اكغيك ان، يعني اشنو غادي يشاط ليه؟ يدو في راسو عندي 10 دراهم جيبي تمن تفاح 5 دراهم غاتشاط ليه 5 دراهم، اوكي مزيان. هنا في لوكا التاني تمن تفاح 7 دراهم شنو غادي يشاط ليه هو يجيبو؟ هي 10 دراهم
انقص من الناس بعد الدراهم قال ثلاثة. في الوقت الثالث يكريك تخوى تمني التفاح كيساوي لك الشيء اللي عطاها اللي مشيت سخرتين تاعها انا غير مشات للمسكين زيرو درهم فوالا. هذه هي يعني انا لقينا واحد من الحياة الواقعية ديالنا لقينا واحد العلاقة ما بين يعني شنو تقدر نشكلوها يعني بشكل نظرو كتعريف شامل هو ان يكريك كتساوي 10 ناقص اكس او اف تو اكس ياك لان داكشي اللي غياخد مرتبط ترتيبات وطيد بتمن التفاح فوالا. هذا اكس كتساوي 10 مول زيكس فوالا. هادي هي الفونكسيون اللي غيدير هو في بالو غيخدم بها. يعني هادي هي لا غولاسيون ديالنا فوالا. يعني ما صريح صولو عليه الطفل مرتبط ياك شنو يعني غولاسيون باش نأكد على المفهوم ديال لا غولاسيون مرتبط ب ثمن التفاح في السوق. والدالة التي تمثل الارتباط ياك دالة كي ريبريزونت يعني هاد لا ريلاسيون هي اف تو اكس كتساوي 10 موان 6. الوغ هنا بما شفنا هي جوج مفاهيم ديال الدالة كيفاش هو نفس المفهوم يعني كيف رؤية مختلفة للدالة فهمنا الأساس ديالها فهمنا شنو هي مفهوم الدالة. غنطلقو واحد القضية اللي هي كيفاش نشوف تصرف الدالة بغيت ندرس يعني دراسة تصرف دالة يعني انطلاقا او لا هندسيا يعني بالشكل غير الشكل بغيت نعرف التصرف ديال الدالة بغيت نعرف هاد الديس موان زيكس هاد الكاركت ديال ديس موان زيكس كيفاش غتصرف. شنو غيطرى الا طلع الثمن ديال التفاح لكن يعني قد ما طلع شنو غيطرى الشيء اللي غيولي في الجيب ديال الدر يعني الماتيماتيسيان باش يعني باش يعالجوا هذا المشكل باش يعني يشوفوا يعني درسوا التصرف ديال الدالة غير انطلاقا من الشكل ديالها ماشي جبريا ماشي من يعني الجبر ما يعطيكش بزاف يعني بزاف المعلومات يعني اون فوا تشوف 10 مونديز ما تستنتجش في راسك بزاف المعلومة ما غاديش تقول اوكي كريك تقول لك كريك تساوي 10 مونديز ماشي اوتوماتيكمون غادي تستنتج ان لا طلع الثمن التفاح راه إكغيك تنقص ماشي اوتوماتيك غتحاول تفكر فيها غادي تحتاج انك تفكر فيها شوية ولكن الماتيماتيسيان لقاو انو الا متناها بسبب تمثيل من الدالة فان اوتوماتيكمون نقدر نستنتجو يعني تصرف ديال الدالة او التصرف ديال هاد لاغولاسيون كي غيكون. الوغ بوغ سا شنو قالو قالو بما ان لي زونطخي المدخلات ياك يعني في اللوكا ديالنا حنايا اغلبية تيكون اعداد تنتمي يعني النومبريال عدد مجموعه الاعداد الحقيقيه ولي سورتي تا هما يعني زونطري المدخلات خالات ولي سورتي تا هما كاين المخرجات تا هما تيكون فاهم. دونك اش قالوا كنبغيو نشدو واحد المعلم ياك متعامد او ممنظم يعني نشدو داك ار مدخلات نمثلو في واحد المعلم واحد يعني هذا هو يعني لا لين ديغيال ياك وغادي نشدو لي سورتي تاع هما كومسا نحطو هنا معمود على هذا. الوغ هنا فاش قلنا معلم هذا المعلم هذا كيتسمى معلم الوغ يكون متعامد هذا يكون عمودي ما يكونش هنا كومسا وهذه دايره كومسا لا نو يكون عمودي وحاجه اخرى يكون منظم. الوغ هنا الا خلصت القيمه خديت انا القيمه واحد ومن القيمه جوج هذه المسافه اللي ما بين هنا ما بين الزيرو هذه هو الزيرو هذا هو اصل المعلم المسافة ما بين الزيرو وواحد بحال المسافة يعني في تعلي صوتي يعني هنا القيمة ديال صوتي هنا واحد نفس هنا نفس هنا. الوغ هنا بعدا باش نفهمو كتسميات هنا كيسميو يعني فاش كنبدا ندوي واحد المعلم هنا هذا كيتسماو يعني كنا كنقولو مدخلات ياك مدخلات. الوغ كنسميوهم فاش كندوي على المعلم كنسميو هذا محور الافاصيل او الاكس ديزابسيس
كتسمى يعني محور الأراتيب أو لاكس ديزوروني. أوكي ألو هنا هنا قلنا نشوفوا غادي نبدا بالمخرجات الفهم ديالنا مخرجات ونبدا نشوفوا يعني المدخلات ديالنا او لا يعني بتسمية اخرى كنسميو هادو يعني الصوابق وهادو الصور. دونك فوالا قالوا غادي نشدو يعني محور نحطو فيه المدخلات ياك ومحور اخر يعني المخرجات ديالنا السوسي ديالنا او لا يعني هذوك لي زاليمون يعني فلاشنا من رؤيه الحلقه يعني لي زاليمون ديال العلاقه يعني حيت كيكونوا فيها غيكونوا هنايا يعني كاينين في الار تما هذوك كلهم كاينين دينامبريال والاخرين يعني كاينين تما دينامبريال هما يعني باش يعني باش ما يمكنش نربط الربط ما بيناتهم في نفس المحور انا غادي نختار لنا محور اخر وتنجيو بكل بساطه كنمثلوهم كنمثلو هاد النقط هادو كنمثلو مثلا هنايا يعني النقطة مثلا إكس واحد إكس دو جوج إكس تخوا كات إكس إكس كات سون مثلا هنايا وكنشوفو النقطة اللي كترتبط بها إكس أن كترتبط بها إكغيكا إتسيتيغ مهم حنا نعطيو المثال ديال نعطيو بهاد المثال من الحياة من الحياة الواقعية مثلا إف دو إكس كتساوي ديس موان زيرو لو ناخد لو فونكسيون ديالنا إف دو إكس تساوي إكس ديس موان زيكس لو وصلنا شنو لقينا لي ارتباط على الوقتين مثلا اكس ان كتساوي 5 ياك نعاود مثلا نرسمو هنا واحد الجدول هنا هذا الجدول كيمثل لينا كيبين لينا بشكل يعني افضل دونك هنايا قلنا المدخلات ديالنا ولا زيكس ديالنا ولا زيكغيك ديالنا اوكي ابخي غادي نعطيو القيم ديالنا للقيم اكس ونشوفو قيم الكاك شحال كتساوي مثلا في لوكا ديال الثمن التفاح يكون مثلا اكس ان كيساوي زيرو ولا كيساوي والو الو إكغيك أن شنو غيساوي ليا نشوف هنا ديس موان زيرو ديس عشرة دراهم غيشحط ليا هاد الدراهم ديما عشرة دراهم الو إكس تو إلا كان تمن تفاح مثلا خمسة دراهم أوكي الو إكغيك أن شنو تساوي ديس موان سانك إكغيك تو بلوتو الو ديس موان سانك يعني سانك هنايا إكس تخوا ناخدو مثلا سبعة دراهم الو إكغيك تخوا هي تخوا و في لوكا ديال ناخدو مثلا إكس كات كيساوي إلى عشرة درهم مسكين معيشت لي والو كاكا كيساوي زيرو دونك صافي يعني بكل بساطة غنمشيو نمثلو يعني باش كون قلنا هاد المحور كياخد ليا لي ديكس و هاد المحور لي زيكغيك لي زونطخي لي سوغتي ديالنا فوالا ولا المجموعة ديال يعني المدخلات و المجموعة ديال المخرجات ديالنا الوغ هنايا غنمثلو هاد لاغولاسيون ما بين إكس أن و إكغيك أن يعني لاغولاسيون إلا كان تمن تفاح زيرو مكان والو يعني شنو غيكون يعني شنو غيدير مع داك الدري يعني عشرة درهم ما بين زيرو و تيس دونك هنا غنمشيو نمثلوها مثلا هنا ندوز زيرو ديالنا نقلبو على في يعني في السورتي في لينا ديس مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة المهم نتسنى ما لينا هي هادي باش مبقاوش من هنا ألوغ هنا ديس أوكي بيان سور هنا غنمشيو يعني بانتظام هنا القيمة خدناها هنا ناخدو هنا الكومونتير غادي نمشي ناخد هنا جوج هنا وناخد ثلاثة هنا اتتاغوان هنا ندخل لو هنا ديس يعني زيرو مع ديس انا غادي البوان ديالي ديال لاغولاسيون اول نقطة علاقة هي هادي نقطة الحلقة التانية مثلا ما بين سانك و دو ما بين سانك و سانك الوغ هنا اكس دو و اكغيك دو جوج بينهم سانك الوغ هادي كارت انا هي سانك الوغ ناخد هاد النقطة لو بلوتو ماشي هاد النقطة من سانك و سانك الوغ سانك هنا و سانك هنا يعني هنا دو تخوا 4 5 مثلا يعني 5 طن 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 نقلب على نقطة الحلقة هي هذه وهنا هي هي نقطة الحلقة نحط 5 5 وهنا هذه هي 0 10 ونمشي مثلا نشوف النقطة الأخرى هي 7 تخوا نقطة العلاقة ديال ما بين إكس تخوا وإكاك تخوا هي 7 تخوا هنا مثلا 6 وهنا 6 ديالي تخوا ديالي وأن تو تخوا مثلا فوالا شكون هي هذه من 6 إلى 3 ونقطة الأخيرة مثلا هي 10 لو 7 8 9 في 10 لو 10 ما 0 ولا 0 هنايا لو 10 0 أنا قلت لحد الساعة باقي يعني ما هذاك الشيء اللي كنا فيه شنو كنت باغي يعني تبغي ندرس تصرف الدالة واخا كنت كيبانش لي مزيان ولكن
سنعرف أن هذه النقاط الربط ما بيناتهم. لو هنا غنمشي مثلا والربط ما بيناتهم واحد لاكوغ واحد المنحة فوالا كوم سا. هنا باغ كونطخ هادي مثلا كتسمى لاكوغ كوغ ريبريزونتاتيف ديال الفونكسيون ديالنا. لو هنايا كيبان ليا انه الا يعني بيسكو هاد المنحة كتير هنا هنا دو القيم تيتزاد هنا القيم ديال اكس كيزاد هنا القيم تيتزاد بحال هكا يعني كنمشيو من ناقص هنا نمشيو لزائد هنا من ناقص لزائد. ونلاحظ هنا هذا هو ثمن التفاح وهذا هو ما سيحصل عليه الطفل ما في جيب الطفل لا جيب الطفل. اوكي كنبرونا اوكي الوغ لاحظ ان قد ما تزادت ثمن التفاح اشنو تيطرى لجيب اشنو ما في جيب كينقص يعني تدلك ان هابط هادشي اللي لاحظتو هنا انك كتمشي من القيم اي من القيم الكبيرة وعلو كتنزل القيم يعني يعني غادي يبدا القيم كيهبطو فوالا شي لاحظتو هنا غادي القيم كيهبط يعني هنا ولات عندي واحد رؤية يعني ما شنو التصرف ديالنا داكشي علاش يعني ما يسمى يعني التمثيل يعني المبيني للدالة مهم جدا وهنا نكتبو دا يسمى التمثيل تمثيل المبيني للدالة أو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون نكتبو ريبريزونطاسيون graphique de la fonction flan planier la fonction ديالنا هي المعرفه بشكل f(x) - x وهذا كله كيتسمى يعني هذا الروبير هذا او المعلم كيتسمى شنو هذا كنسميوه معلم معلم متعامد منظم مصطلحات ولا روبير بير اورتو يعني اورتوغونال متعامد نورمي. الوغ نعطيو واحد المثال اخر باش تشوفوا انه ماشي بالضرورة هاد المنحة هاد لاكوب ديال الدالة ماشي بالضرورة يكون بحال هكا مستقيم خطي اوكي وغادي نمشيو نشوفو ابخي اي صنف كينتميو هاد لاكوب ولا هاد لي فونكسيون هادو ليك على هاد الشكل مي غير باش نوضح لكم انه ماشي بالضروره يكون خطي هكا التمثيل خطي كمسا. الوغ المثال الاخر اللي غنعطي هو تخيلوا معايا هاد الدرينيت اللي عندو واحد الامتحان ياك قلت له اسيدي النقط اللي غتجيب اوكي الكلتان ديالو مثلا اولا النقط اللي غتجيب في الامتحان يعني الفلان فلاني على كل نقطة جبتي غنعطيك مجموع النقط يعني طريقة أخرى إلى إلى جاب 15 ممكن إن غنعطيه على كل نقطة كل نقطة من ديك الكاز واحد جوج يعني على كل نقطة غنعطيه 15 درهم على كل نقطة 15 درهم 15 إلى جاب 20 نفس لو تخيك على كل نقطة يعني تمكننا هاد الريالية شنو هي يعني شنو غياخد هو مثلا في لوكا مثلا ناخد إكغيك زيرو جاب أسيدي 15 بيسكو على كل نقطة غنعطي 15 درهم فإن هي 15 15 بسيطة إلا أسيدي جاب إلا إكغيك أن إلا جاب أسيدي 20 لو على كل نقطة نعطي فان ديغرام يعني فان فوا فان ناخدو مثلا أخرى نقطة أخرى هي إكغيك أن إكغيك دو إلا جاب يعني شي اللي غيحصل عليا هما هما إكغيك إلا جاب سيدي ديسات إن على كل نقطة في ديال ديسات غنعطيها 17 درهم يعني ديسات فوا ديسات مثلا في لوكا ديالنا هنايا 15 15 شنو هاد الشيء شحال غادي تكون كتساوي يعني 15 في 10 50 بلس 5 بلس 50 بلس 25 غتساوي ليا 255 هنا بين شويه هنا
Et bien sûr, avec 17 fois 17, avec 1070, plus 20 plus 10, plus 20 plus 20 bar, sur 20, à tirer 200, sur 80. هذيك 240 49 76 اوكي يعني اون جينيرال يعني باش جينيراليزيو هادي اون جينيرال شنو عندي عندي ايكغيك شنو كتساوي هي النقطة ديالو فوا هي يعني اكس اكس يعني 15 15 20 15 17 يعني وهاد 17 هادي كتجي كتمثل النقاط ولا كتمثل الدراهم يعني اكس وهي يعني كتساوي في اللغة ديالنا ايكغيك اكس او كاري يعني دالة هي اكس هي اي كتساوي اكس او كاري او لا هي اف دو اكس كتساوي اكس او كاري يعني هاد الدالة يعني هاد الدالة كتمثل هي العلاقة علاقة بين مسافة صولو عليه والنقط التي يحسب صولو عليها في الامتحان فوالا دونك نحاول نمثلو هاد الدالة ياك باش نشوفو التصرف ديالها جوا شي حالة بحال الدالة الأخرى تمثيل الدالة تمثيل الدالة اف دو اكس كتساوي اكس اوكي لو ناخدو بعض القيم باش نمثلوها ناخدو بعض القيم ياك كيف ما درنا في التالي قبل القيم اكس على إيكغيك يعني إذا كانت إكس كتساوي مثلا ناخد موان تخوا شنو غيكون إيكغيك بيسكو إف دي إكس كتساوي أو لا نسأل إيكغيك إكس أو كاري ألوغ شنو غيكون القيمة ديال إيكغيك هي إكس أو كاري موان تلاتة في موان تلاتة هي تسعود موان دو هي موان دو في موان دو هي كات موان زا موان زا موان زا هي أن زيرو في زيرو هي زيرو أن 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 هي أن دو في دو هي كات و تخوا تخوا في تخوا هي نف اوكي دونك انا مشينا دابا و درنا التمثيل ديالنا كومسا ياك هنا القيم ديال لي زيكس و القيم تاع الكغيك دونك انا عندي اول حاجة موان تخوا موان تخوا انا هنا موان زان موان دو هنا موان تخوا موان تخوا مع تسعود عندي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة ثمانية تسعود تكون تسعود هنا نف دونك فوالا عندي هاد لو بوان هذا هو اول نقطة ديال العلاقة ثاني نقطة ديال العلاقة عندي موان دو هنايا مع كات دونك ان دو تخوا كات هي ثاني نقطة ديال العلاقة الوغ ثاني نقطة ديال العلاقة عندي موان ان مع ان الوغ هنايا ميم شوز عندي ان مع ان عندي بلوتو زيرو مع زيرو بعدا عندي الان مع ان عندي دو مع الكات دو مع الكات وعندي تخوا مع النار كمسا الوغ الا مشيت رسمت هاد الدالة فوالا واخا عندها تقريبا هاد الشكل اللي مختلف تماما على الشكل يعني الخطي اللي شفنا في الدالة الاخرى ولا هنا لهاد الشكل الخطي كمسا انا بغيت نقول هاد الشكل نستنتجو من التمثيل وبيان سيغ مغنبداوش من القيم السالبة لان الدري ميقدرش يجيب قيم سالبة غير من صفر الى يعني النقط المعينة انو لاحظنا عكس اللي يعني الاخرى انو هاد المرة الا تزادت كل ما تزادت اكس كل ما تزاد يعني النقط اللي غيجيب فان داكشي اللي غياخد غيزيد تزاد لاحظتو هنا فان الكوب تطلع كمسا الشي غادي نشوفو المفهوم ديال الكوب كتحفظ الكوب تطلع كتطلع هنا كتبنا شوية هنا كانت هابطة وهنا بيان سيغ انا طالعة وهنا ولكن هنا الطريقة انا خطية هنا الطريقة يعني غير خطية المهم هنا لاحظنا لو تخيك هنا يعني كان مزاد القيم هنا فان هاد القيم ديال الكاك تتطلع قيم تزاد القيم ديال الاكس هنا القيم ديال الكاك كتطلع الو ماشي اللي غال هنا غير باش نقولو يعني ان يعني الدوال يعني ممكن تاخد اشكال مختلفة دوال ممكن ان تاخد أشكالا مختلفة فوالا يعني على حسب على حسب تعريفها فوالا وأن هذه الأشكال كتعطينا واحد الرؤية يعني شاملة على تصرف الدالة أو تصرف العلاقة أو تصرف عمل هذه الآلة فوالا ألوغ في هذا الفيديو باش نغيزوميو شفنا مفهوم الدالة شفنا تصور للدالة على أنها واحد لا ماشين
عندنا واحد التعريف، واحد العمل تتقوم به، كنعطيو واحد المدخلات، كتخرج لينا واحد المخرجات معينة على حساب العمل اللي عرفناه انها تقوم به. شفناه على شكل عناق، عندي واحد مجموعات من الاعداد مختلفة، كنحاول نقرر العلاقة ما بيناتهم، لا غولاسيون اللي كتربط ما بيناتهم ياك، وكنعرفو ديك لا غولاسيون كنعرفوها. وشفنا يعني امثلة من الواقع المعاش، يعني الدوال الريادية انها ماشي شي حاجة يعني متخيلة يعني 100%، يعني ولكن انها يعني نقدروا نلقاو اي ظاهرة في الحياة ديالنا، نقدروا نلقاو لها تمثيل يعني بشكل دالة اللي غتخلينا ندرسوها بشكل اعمق، ندرسو ديك الظاهرة بشكل اعمق بشكل ادق. وشفنا انه الماتيماتيسيان قالوا يعني باش نعطيو واحد التصور يعني ولا واحد واحد باش نشوفوا تصرف الداله بشكل ادق، يعني بلا ما نحتاجو يعني لا ديفينيسيون الجبريك ولا يعني التعريف الجبري، يعني او يعني نشوفوا التعريف ديال نشوفوا التصرف ديالها جيومتريكمون هندسيا. قرروا انهم المدخلات يدخلوهم في واحد المحور ديال الار، المخرجات في واحد المحور اخر ديال الار، ويشوفوا النقط اللي كتربط ما بين داك المدخلات ديالنا والمخرجات ديالنا، ويديروا تمثيل الداله. وديك الداله داك التمثيل الدالة كيخلينا نشوف تصرف الدالة على المدى القريب ولا على المدى البعيد، يعني تصرف الدالة بشكل عام. وشفنا أن الدوال ماشي بالضرورة تكون عندها شكل خطي كومسا، ولكن كتختلف باختلاف يعني التعريف ديالها، يعني ممكن تاخد أشكال مختلفة بحال هاد الشكل ديالنا كومسا. انا هنا غادي نكون ساليت لا فيديو ديالي. في لا فيديو الجايه نشوف واحد المفهوم اخر اللي هو مهم، اللي هو مجال تعريف الداله، واش الداله ضروري تكون يعني ترسم او لا، يعني كتقبل اي مدخل هذه الاله، واش كتقبل اي مدخل نحطو ليها مثلا داله معرفه كومسا، واش كتقبل اي مدخل تقدر هاد الداله تكون معرفه بشكل اخر، بحال واحد الاله كتصنع ليا مثلا كتصنع حلول بلاستيكية، واش غادي ندخل ليها الماتيريال الحديد ولا شي حاجة، ما يمكنش غادي خصني ندخل ليها داكشي طالب هي فوالا. يعني هادو هما يسمى بيها تعريف الدولة، كنشوف أدق في الفيديو الجاي إن شاء الله. غادي نخليكم في الفيديو، يا بانتو.